الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم اسال مع دعاء على الهواء مباشره. عندنا نوعين من الاعلام، اعلام مسموع واعلام مرئي. المسموع زي الراديو كده بالظبط، كنا زمان يعني نسمع المسلسلات في الراديو ونقعد نتخيل الصوره ونتخيل الابطال ونتخيل الاماكن اللي بيصوروا فيها ونشطح بخيالنا لبعيد قوي. ويعني لما يجي بقى الابطال دول مؤخرا بداوا بقى يتصوروا صوره فوتوغرافيه من قلب الاستوديو، فتلاقي الاستوديو متر في متر وكلهم ملمومين حوالين ميكروفون، ولا في حصينه بترمح ولا بحر وراهم ولا شوارع وكلاكسات وعربيات ولا اي حاجه خالص. وده الفرق بين الحاجه اللي بتسمع عنها والحاجه اللي بتشوفها بعينك. الجواز بقى عامل زي الاذاعه بالظبط، طول ما انت يعني بتسمع عنه بس ما جربتوش. احيانا تسمع عن عالم وردي وناس ياكلوا بعض في بقهم ويضربوا بعض بالمخدات وياخدوا بعض بالحضن وهم على باب الشقه، والعريس يشيل العروسه زي ما بنشوف في الافلام. وبعدين لما تيجوا تجربوا العيشه الحقيقيه مقارنه بالسمع او بالاحلام او بالمقارنات يعني بالمسلسلات والافلام، فبتلاقوا الفرق الحقيقه بيبقى مرعب، مفيش وجه مقارنه اساسا. طبعا احنا مش جايين نعقد البنات حاشا لله، يعني هم متعقدين جاهزين من كتر ما المسموع والمرئي بتاعهم بقى كله مشاكل، وبقت المشاكل الزوجية هي اللي متصدرة طول الوقت في السوشيال ميديا والجروبات الاعترافات على فيسبوك. فالحقيقة ده عمل خوف ونزل أو نزل سقف التوقعات العظيم اللي كان البنات بيحطوه زمان. احنا النهاردة بقى عاوزين نرصد من خلال مكالمات حضراتكم ايه اللي كنتوا بتسمعوا عنه في الجواز، ولما اتجوزتوا لقيتوه عكس كده تماما، يعني سواء وحش او حلو، ايه اللي توقعتي انه يبقى موجود في الجواز وما لقيتيهوش؟ زي مثلا دي واحدة بنوتة انا لسه سامعة عنها، يعني لسه متجوزة من شهرين تلاتة، حكت ان هي كانت متخيلة بقى ان جوزها يرجع من الشغل يرجع يشيلها من قدام الباب، وهي بتقول كده، ويخرجها بالليل بقى او يقعدوا يسهروا مع بعض قدام التلفزيون، وبتبقى مستنياه يرجع من الشغل بفارغ الصبر. فلقيت ان هو بيرجع متاخر جدا جدا بعد يوم شغل يعني صعب، ويقول لها بصي انا مش شايف قدامي انا عاوز انام. فانهارت. فايه بقى اللي توقعتوه ولقيته عكسه؟ احنا طبعا مستنيين مشاركتكم، يعني الحقيقه هي اللي بتحلي الحلقه وبنتعلم منها التجارب اللطيفه اللي بتشاركونا بيها. مروه الصعيدي مدربه المهارات الحياتيه، هل انت رصدتي الموضوع ده قبل كده؟ يعني التوقعات بتبقى دايما غير الحقيقه؟ ده انا رصدته وعشته وعملت فيه كتاب مؤخرا، نزل الشهر اللي فات ونزل معرض الكتاب اسمه عايزه تتجوزي وتتهني تعالي بقى اسمعي مني. عشان ننزل بقى ننزل بسقف توقعاتنا شوية كده عشان ما تحصلش حاجات كتير. لأنه يعني البنات من أول لما من قبل ما ترتبط حتى دعاء سقف الأحلام عالي جدا والتوقعات عالي جدا. لا تعالي يا حبيبتي بالراحة كده نتفاهم ونشوف أنت في مرحلة الخطوبة المفروض تعملي إيه وتختاري إزاي، بعد الجواز هتعملي إيه وتتصرفي إزاي. لأنه أصلا من بداية الاختيار انت بترسمي احلام على شخص انت لسه ما عشتيش معاه، ما تعرفيش طباعه، ما تعرفيش بعد ما تبقوا في بيته هتبقوا عاملين ازاي. فمبدئيا كده لما نيجي نختار يا جماعه، احنا لما بتيجي تختاري شريك حياتك انت بتختاري بوكيه من المشاكل. يا ساتر. طبعا. ليه يا مروه؟ ما هو اختلاف التربيه واختلاف وجهات النظر واختلاف النوع راجل وست واختلاف العقليه. فهي نختار البوكيه اللي نعرف نعيش معاه. ولو بعد ما اخترتيه لقيتي نفسك مش عايشه معاه، انا عايزه اقول لكم انه علميا وعمليا على ارض الواقع 69% من المشاكل ملهاش حل، بس بيبقى في بيني وبين جوزي لغه حوار، بقى في عشره، بقى في معامله كويسه، فالدنيا بتعدي. تمام. فتيجي واحده تقول لي ايه هو يعني احنا مش هنضرب بعض مخدات الريش؟ اقول لها طب ما مين اللي هيلم الريش يا ماما؟ ما انت اللي هتلميه برضه، مش هنجيب حد يلم الريش. ضهرك هيتقطم من لم الريش. وما بيتلمش الريش مبدئيا خالص. يعني زي كان في اغنيه برضه لإليسا قاعده سهرانه هي وجوزها ومش عارفه بالفشار وراحوا ما هي قامت برضه كنست الفشار على فكره يا جماعه. التلفزيون في مسلسلات بتيجي دي اللي بتحسسك ان هو هو ده الجواز، زي مسلسل كده اليومين دول كل الناس بتتابعه، هو معروف اسمه عروس بيروت تقريبا. ما شفتوش. لا هي الدنيا مش كده خالص، ولا العيشه بتبقى كده ولا الدلع قوي كده، بس الحقيقه بتقول انه في رجاله كده. عايز تعرفي بقى موجوده فين في مصر؟ انا عن نفسي مقتنعه جدا بمسلسل عبد الغفور البرعي وفاطمه كشري. دي اقوى قصه حب فعلا مصريه حقيقيه. اتنين ابتدوا من تحت الصفر بيحبوا بعض جدا، بيدلعها،
ما بيزعلهاش، وهي كمان بتحب عبد الغفور بتغير عليه وراحت بقى. طب ما ده نموذج لطيف قوي يا مروه، مش بالظبط وراجل عاش معاها العمر كله، وعاش معاها العمر كله، كان بس في حاجه متولي برضو يعني خد حقبه من الحياه كبيره، خد حقبه من الحياه وبقى مثل اعلى الرجاله كتير بس ما عرفوش يطبقوا النظريه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليه بقول لك عبد الغفور برعي؟ لان هو هي دي الحياه الحقيقيه. انا بحب جوزي وجوزي بيحبني، بس مش معنى كده انه مفيش مشاكل والعيشه مرتاحه والحياه وردي والكلام ده كله. تمام. وكان في برضو مسلسل تاني مصري عمل جدل، بس انا اللي لفت نظري مش الجدل اللي عمله، كان اسمه الوصايا السبعه. واحده من السبعه اخوات اللي هي ام ام، مش فاكره تمام؟ اللي هي كانت مين؟ كانت هاله شيحه. اوكي تمام. وكان هنا هنا مش اللي شعرها اصفر؟ ايوه هنا. مش حلا، هنا. هنا تمام. دي في اخر المسلسل هو من كتر ما بيحبها قالت له موت نفسك عشان اخد الورث، هو موت نفسه. لا بس ده فانتازيا يعني، موضوع بعيد يعني عن في قصص حب عندنا في مصر هنا يا جماعه، مش لازم نروح تركيا ولبنان يعني، في وعلى ارض الواقع بقى يا دعاء. في راجل بيبقى شايل مراته من على الارض شيل، بس لا انا في مشهد مش قادره انساه. حد يعني ما مراته توفت وهي صغيره يعني، كان عندها 40 سنه و43 سنه، وهو كان عايز يتدفن معاه يعني، هو كان بيدفن معاه بالظبط كده 6 شهور وايه اتجوز طبعا. طب الراجل ده جامد، ده الراجل ده المفروض نحطه في محميه طبيعيه لان هو معروف على ال40 يعني هو 6 شهور وهو بقى بيندفن معاها ومنظر، واحنا شايفينه هو عايز يندفن وعياط، 6 شهور واتجوز. الموضوع كده. طيب التوقعات بقى بتاعت الراجل يعني، البنات بتبقى متوقعه عيشه، الراجل بقى بيبقى حاطط ماما. حبيبي ليه تحط ماما اللي هي بعد بالزبط. خبره سنين بقت بالزبط. ماما انت بتقيس ماما على مراتك ليه؟ ما تقيسهمش على ماما، بتقيس طبيخ ماما على طبيخ مراتك لسه بتجرب يعني. الفكره انه بيبقى جاي، لا ماما ما بتعملش اكل كده، لا ماما بتطبق لي الهدوم كذا، لا ماما بتبقى غسلاي اللي مش عارفه ايه. بس ماما على ما وصلت لهذه المرحله عدت باللي مراتك هتعدي فيه بعمرك كله يعني. ماما عشان توصل للي هي عملته معاك، لو انت عندك 30 سنه فماما قعدت 30 سنه لحد ما توصل لده معاك. طب خليني اخد نوره اول اتصال. يا نوره. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بصي بقى، انا ليا بقى يعني الحته بتاعت ايه، إن انا متجوزه بقالي 5 سنين. اوكي. وبالنسبه لي اصعب سنه هي كانت اول سنه. لاني كنت داخله عن قصه حب بقى كبيره، والهدايا والخروجات والمخدات الريش كل الحاجات اللي بيصدرها لنا المسلسلات التركي والفيسبوك. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين وايه كمان؟ الاحلام الورديه الحلوه دي. وبعدين بدات المشاكل، بدات اكتشفت ان المواعين مش هتخلص غير لما انا اللي اقوم اعملها. الغسيل مش هيتنشر غير لو انا اللي قمت انشره. مفيش غيرك يا ماما، انت والغسيل والمواعين والبحر وراءكم والمواعين امامكم. كمان ما بشتغلش وهو شغله وعدد ساعات كتير، فده كان عامل لي حاله ملل فظيعه. يعني يوم الجمعه هو الاجازه، طب ما احنا نريح مش لازم نخرج كل جمعه. فبدات كان في مشاكل كبيره جدا 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 ما بيننا في اول سنه، لاني مش عارفه اسستم حياتي انه لا مش هو ده اللي انا شفته، مش ده اللي انا كنت اتمناه يعني. بعد اول بيبي بقى طبعا بدانا هبه بامبرز وانت جاي، هات لنا لبن وانت جاي، خد الزباله وانت نازل. واحده واحده برضو بدات المشاكل بتاعت المسؤوليه بتزيد ما بتخفش. بس لما بدات اقعد بقى كده، وقعدت انا وهو قاعده وبدانا نتكلم ايه اللي حصل في حياتنا يعني، الرومانسيه راحت فين، ايه اللي حصل، ايه الطفره دي، لانه بدانا خلاص بنتخانق من اتفه الاسباب. النسكافيه بارد، ايه ده، طب ما انا كنت بعمل حاجه ثانيه. النسكافيه بارد. طب ما انا بعمل حاجه ثانيه على فكره، الولد مش ملايمني يعني، او مثلا بغير له يعني، فهعمل ايه. واحدة واحدة كده لحد ما هو الحقيقة يعني كان لازم هو يكون متعاون معايا أكتر من كده، لأنه برضو كان طول ما هو بيشتغل بيرجع ياكل ينام خلاص كده اليوم خلص يعني. كان لازم يبقى متعاون أكتر يعني. وواحدة واحدة كده الدنيا بتمشي يعني الحمد لله. هدعي لك الدعوة الحلوة بتاعت حماتي، ربنا يهدي سركم. الدعوة دي لطيفة. ربنا يهدي سركم. هي الفكرة إنه ليه المشاكل بتاعتكم دي، ما مثلا في ناس بنفس المشاكل دي بيتطلقوا، وناس بنفس المشاكل دي بتولع. مين العائل بقى؟ انت مثلا امتصيتي الصدمه، هو عائل، انت عاقله، مين بقى المجنون ومين العائل؟
لا هو انا يمكن مجنونه اكتر، هو عاقل قوي. طب كويس، اعترف بالحق فضيله. طيب انا كنت باجي عليا اوقات بصراحه بكتئب يعني. أيوه. حياتي اتشقلبت فجاه، انا كنت بنوته حلوه بروح وباجي وبسافر مع صحابي وبخرج كل يوم، وكانش عندي اي مسؤوليات ولا اي التزامات، فالصدمه دي برضو كبيره يعني طبعا. مش سهله يعني. طبعا شكرا لك يا نوره. شكرا لك يا نوره. ايمان، مساء الخير. اهلا يا ايمان، ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ احكي لي يا ايمان، بين الواقع والخيال الجواز. والله دي يتعمل عليها مسلسل مثلا سيت كوم ولا حاجه، لان يعني من مواقف كوميديه جدا لتبقى كوميديا سودة بقى بعيد عن السامعين يعني. كوميديا. هو انا اصلا لما اتخرجت اتجوزت على طول، فالموضوع معايا يعني صعب جدا، لانه ما لحقتش اخد نفسي زي ما بيقولوا، ما عرفتش اعمل حاجه ما بين مسؤوليه التخرج ومش عارفه ايه، وما بين الجواز على طول خطر. الجواز جميل، ماله الجواز؟ الجواز كله تفاصيل. والتفاصيل كلها داخلها الشيطان، فاعوذ بالله من الشيطان يعني. ف كل الحاجات اللي احنا فعلا راسمينها قبل الجواز دي في الكنافه ملهاش علاقه خالص باللي احنا بنعمله. يعني احنا بنبقى داخلين فاكرين ان ايه، الحقيقه يعني مفيش حد بيبقى يعني وحش ولا حلو، يعني انا لا وحشه ولا حلوه ولا هو وحش ولا حلو. هي التفاصيل بنت الذين، انت جبتي المفيد يا بنتي والله. هي التفاصيل اللي دمها تقيل قوي، كتير تفاصيل كتيرة جدا، وبعدين ما بتخلص يعني، احنا ترويق البيت ما بيخلص. وبعدين تسمع، انا سمعت نصيحة حماتي وقالت لي يا بنتي الحيطان هتدوبك وانت مش يعني وهي مش هتدوب، فمفيش فايدة يعني، انت نفسك مش راضية عن ادائك حتى في التفاصيل. مش راضية طول الوقت، احنا عندنا سباق كده مش عارفة داخلينه مع مين الحقيقة. بس انه الافضل والاحسن، الافضل مع العيال والافضل في حياتنا من حيث النظافة ومن حيث ان وتمارين للعيال ومش عارفة مذاكرة جد. انت بتقولي ضرر يا ايمان، بتقول لك سباق مش عارفة داخلينه مع مين. وايه تاني؟ وطبعا ملفات كتير، ملف الشغل يعني، طول الوقت احنا بنتعاقب كستات على الحاجتين يعني. على انك مهمله لو نزلتي الشغل، طبعا مش كل الناس يعني، بس الحياه العامه كده، وسايبه العيال. طيب لو وخاصه لو حد سخن ولا حد يعني صديقتي اخر حاجه سابت شغلها، لان بسبب يعني انتقادات كتيره قوي توجهت ليها، لان هي ما عرفتش تاخد اجازه من الشغل وبنتها كانت سخنه. فاحنا برضو المقارنه دي والضغوط اللي علينا دي مهما تكون يعني بتبان بقى في الحاجات الصغيره والتفاصيل الهبله، اللي طب انت ما قلتليش يعني، ما قلتليش معلش ليه. طب انت مثلا ما طفتش النور ليه بتاع الشقه. طب لما هو الاكل محطوط على البوتاجاز يعني، ما كنت دخلته بدل ما يبوظ وانا هصحى الصبح انا متكله ان انا عامله اكل اصلا. فبتبقى انه ليه التفاصيل كلها عليك انت، على دماغك انت. ليه احنا مطالبين بكل حاجه، مطالبين ان انت بتبقي مليون ايد، عارفه رسمه الكاريكاتير اللي بتطلع الستات بمليون ايد في الشغل، بتكوي وبتسوق وبتعمل ومش عارفه ايه. ده الحلم، ده الحلم، الحلم والواقع يعني، الواقع اللي احنا يعني مطالب احنا نحققه طول الوقت. والحمد لله انا شخصيا يعني النازل دي كلها نتجت في الاخر عن ان انا اتطلقت، ما استحملتش بصراحه يا جماعه. يا عيني يا بنتي، انت عندك ولاد؟ عندي بنتين الحمد لله. واتطلقتي بعد كام سنه جواز؟ 8. في ناس بتصمد وفي ناس مش بتقدر، وفي ناس بتقدر التعب وفي ناس مش بتقدر، وفي واحدة تستحمل انها مش متقدرة وتسكت، وفي واحدة لا يمكن تستحمل انها ما تتقدرش، وعشان كده تقول لك لا يا تقدرني يمشي، فيقول لها امشي فتمشي. شكرا ليك يا ايمان. الحقيقة انه التفاصيل كتيرة قوي. انا عايزة تعليق على حتتين. الجواز كله تفاصيل، تفاصيل كتيرة قوي. هي ما كانتش بتعملها دي، بتصحى الظهر تلاقي الاكل بالظبط وتنزل تخرج مع اصحابها. ما هي دي الفكره، ان انت كنت شايله مسؤوليه صغيره جدا وهي مسؤوليه نفسك، وممكن تشيليها او ما تشيليهاش، لكن بعد الجواز انت غصب عنك هتشيلي مسؤوليه كل حاجه. صحيح. بيت واكل وشرب وتنظيف. التفاصيل ديت المفروض انه الجواز بقى ان انا وجوزي ممتنين ان احنا في حياه احنا الاثنين فيها مع بعض. عمر ما في راجل هيجي من نفسه يشلك الاكل اللي على البوتاجاز او يعمل حاجه، هو عقله اتسيستم كده. فالمفروض ان الست تتعلم تطلب. للاسف احنا اتعلمنا ان الاهتمام ما بيطلبش، لا هو بيطلب، لازم يطلب بالنسبه للراجل.
لان هو مش هيبقى عارف انت عايزه ايه بالظبط او ايه اللي بيرضيكي بالظبط. هو مش عرفني ان انا لازم ادخل الحل دي، لازم ادخل الحاجه دي. تمام. أيوة صح. معرفته دي يا دعاء بتخليه يتحمل معايا جزء من المسؤوليه اللي المفروض يتحملها. تمام. نيجي بقى لحاجه تانية لفتت نظري، احنا في سباق. انا بتهيألي ده السؤال اللي انت كنت عايزه تسأليه. كلمه حلوه قوي، انه احنا في سباق مع مين؟ مع مين؟ انا اقول لك احنا في سباق مع مين. احنا في سباق بسبب مقارناتنا لنفسنا باللي حوالينا، ومقارنات ولادنا باللي حواليهم، وبسبب كلام الناس اللي حوالينا اللي ممكن جدا ما يمشيش معايا وما يمشيش مع ظروفي. صح. فانا ما ينفعش اقول الافضل ان انا العبه تمارين. قبل ما اشوف الافضل ده اشوفه افضل لابني ولا افضل عموما. ما هو طبعا العموما ان لازم العيال كلها تلعب رياضه ولازم العيال كلها تلعب تمارين. طب افرضي انا ابني مش عايز، ليه هضغط عليه؟ انا ابني مش متفوق دراسيا مثلا في الناحيه العلميه، او متفوق في الناحيه الادبيه. مقارنتك للي حواليكي هو اللي بيدخلك في سباق لا ارادي. انه لا، عشان الناس ما تقولش ان انا مقصره. زي ما قالت لك كده، انه زميلتها استقالت من الشغل لانها خدت كلام كتير من الناس ونقد من الناس، انه ابنها سخن، ان ابنها سخن وانت مش قاعده بيه. طيب اللي انتقدوها دول، هل بعد ما قعدت من الشغل هم جم سدوا العجز اللي كانت هي شايلاه بشغلها؟ خالص. فاهمه قصدي؟ فالمفروض ان انا لما ادخل سباق ادخله مع نفسي زمان، انا كنت زمان ايه ودلوقتي بقيت ايه. الاحسن ليا ولولادي، مش الاحسن عموما. او ان انا ما بعرفش اعمل اكله اتعلمتها، مش انا افضل اقارن نفسي بواحده شيف ما حصلتش. انا مالي، دي قدرات يا جماعه. يعني كدا. مش موضوع سلفتك اشطر منك، انا مالي بسلفتي يعني. طب خليني اخد ام باسل. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. واطي التلفزيون يا مباسل. انا بحبك او بحب برنامجك. الله يخليك يا رب، ربنا يكرمك. دلوقتي حضرتك بس قلتي ان هي عبال ما خدت خبرة السنين دي كلها بقت ايه تعمل كده. لا، الام النظيفة واللي هي شايفة بيتها واللي شايفة جوزها وطلباته بتبقى من يوم ما اتجوزت يا ماما. لا ده حرام، بعد خبرة السنين. حرام والله يا مباسل، حرام دي بقى. يعني احنا بنظلم البنات الصغيرين لسه بتتعلم. نديها وقتها تتعلم. معلش نديها وقتها. حضرتك شاطره من اول يوم، في واحده لسه كانت متدلعه ومش عارفه هتتشطر. أيوة بعدين كده يا حبيبه قلبي ان هي تخرب بيتها مش وتتطلق. هتخرب ما هي مع الوقت ومش مستنيه، يعني لما يرجع من شغله وسهران طول النهار حتى يروح يشيل لها المخدات ويغسل لها المواعين. ما ينفعش. في راجل بيساعد مراته وهي تعبانه وهي في والده وهي كده، انما مش على طول هيدخل يغسل المواعين بعد شقاه طول النهار. يا بنتي عندك باسل ومين تاني يا ام باسل؟ انا عندي باسم وبسمه. وبسمه اخبارها ايه؟ بسمه بقى يعني انا كنت مدلعاها دلع الدنيا. ها. لكن اول ما التزمت واتجوزت خلاص شافت بيتها وشافت جوزها وشافت عيالها. ربنا يبارك لها. يعني ربنا يبارك لها على الام. ايوه يا حبيبتي، بس نستحمل البنات، ما نجلدهمش من اول الجواز. وبرضه ما نجلدهمش. معلش تتعلم. اسالها بس دعوه بعد ما تخربش بيتها. لا مش هتخرب. لو وراها ام بتقول لها استحملي وعيشي، مش هتعمل كده يا بنتي ولا أم باسم. هي هتخرب بيتها ابدا. ام باسم عايزه اسالك على حاجه، انت كنت مدلعه بسمه جدا صح؟ كنت مدلعاها ما اقولكيش. كانت بتدخل المطبخ تعمل لك هي الغداء؟ وصدقيني عمرها ما دخلت المطبخ عندي. طيب عايشه في بيت عيله كمان. طيب كانت بتغسل المواعين بعديكي بعد الغداء؟ كانت بتنشر الغسيل؟ كانت بتنضف الشقه؟ صدقيني يا بنتي من اول يوم. صدقيني خلاص عرفت، خدت موقعها وخدت مكانها خلاص. لازم. ايوه يا حبيبتي انا فاهمه. انا اقصد ان هي من اول يوم جواز دخلت المطبخ عملت اكل كانت في شطارتك؟ اكيد لا طبعا. طب هو ده اللي بنقوله. بس هو ده اللي بنقوله. هي أيوة. بنات الاصول بيدخلوا وبيحاولوا وبيتعلموا، بس ما نقفلهمش. أيوة. على الواحده.
ما انت ما عملتيش وانت 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 وما فيش تقدير. هو جوز حضرتك كان بيعمل معاكي ايه؟ كان بيقدرك يا بنتي ما بيشيل كوبايه من مكانها، لكن في اجازته بيعوضنا وبيخرجنا وبيشوف طلباتنا. طب حلو حلو يا مباسم، حاجه هي حبيبتي بتشيل حاجه، حاجه بتشيل حاجه. طيب هنرد برضو عليكي وهنناقش الموضوع ده، وانا مبسوطه بمكالمتك وبمشاركتك معايا. ناخد صفاء. يا صفاء معانا ولا الخط قطع؟ طيب طيب، فكره انه البنت من اول يوم لازم تبقى شاطره ولازم تبقى يعني تشيل المسؤوليه من اول يوم، هل هي فكره مظبوط ولازم فعلا تعمل كده، ولا نديها؟ هي مش هتتطلق ولا حاجه، بس نديها يعني وقتها على ما تتعلم وتتعود وكده. بصي يا دعاء، هي داخله بيت جديد تمام، والبيت الجديد ده اكيد ليه طقوس مختلفه عن البيت اللي هي اتربت فيه. لازم بتاخد وقت على بال ما تعرف طبع جوزها وجوزها يعرف طبعها. انا سالت ام بس بتقول لي بنتك كانت تدخل مطبخ؟ قالت لي لا. بتنظف وراكي المواعين؟ لا. كانت بتنظف الشقه؟ لا. طيب دي لما تدخل بيت من اول مره، ازاي البيت هيبقى 10 على 10 وهي ما عندهاش اي خبره؟ صحيح. الخبره بقى بتيجي منين؟ من ان انا كل يوم بتعلم من الممارسه. اللي بيسوق عربيه اول يوم غير اللي بيسوقها بعد سنه، بقى له 10 سنين. بالظبط. فهي دي الفكره، انه احنا بنصبر على بعض اول سنه، عارفه يقول لك ايه؟ لحد ما ناخد على طبع بعض. وده اللي انا قصدته، انه البنت في بيت اهلها ما بتعملش حاجه خالص. بعد الجواز هي بتعمل كل حاجه. فمحتاجين بس نبقى واحده واحده لحد ما تتعلم. هو ده اللي انت قلتيه، ما ينفعش تقارنها باكل مامتك. يعني اكل مامتك اللي انت لسه سايبه امبارح، هي مثلا بقى لها 30 سنه في حياتها بتطبخ لك، ما ينفعش تقارنه باكل بنت هي لسه يا دوب اول مره تدخل المطبخ وعايز تعمل اكله حلوه. صحيح. دي باظت، دي اتحرقت، دي ملحها زياده. ما حدش فينا بيرفكت من اول مره. احنا مش بنتولد عارفين كل حاجه في الدنيا. هي خبرتنا بناخدها بمر السنين او بمر الوقت، زيها زي الحياه الجديده، زي الراجل والست اللي لسه داخلين حياه جديده. تمام. ده غير انه المفروض بنتعود. كل واحد فينا كان ليه طقوسه، وكل واحد فينا ليه حاجات عنده خط احمر ما يتنازلش عنها. فبنيجي نعلم الزوجين دايره كبيره ودايره صغيره. الصغيره دي الحاجات اللي انا مش هتنازل عنها، وقلنا دايره صغيره ليه؟ عشان ما تفتحش على البحر، تبقاش حياتك كلها. الحاجات الكبيره او الدايره الكبيره بكتب فيها الحاجات اللي ممكن اتفاوض فيها. طيب فكره انه الزوج يساعد مراته لو ولدت، لو حامل، انما ما يساعدهاش على طول. تمام. يعني الفكره اللي هو دي القناعه او ده القانون اللي في مصر. تمام. انه الراجل دي مش شغله الراجل انه يساعد، مع ان الرسول كان في خدمه اهل بيته. تمام. وكان يعني كان بيساعد زوجاته من غير ما يبقى فيه سبب معين للمساعده، يعني هو كان طول الوقت بيساعد زوجاته. انما احنا حاطين قوانين صارمه، الام ممكن تكون حطاها لاولادها، لا هو يساعدك بمزاجه، هو مش اوبليجاتوري او مش الزام. أيوة. عليه انه يساعد. فانت ايه رايك في الفكره دي؟ طبعا القوانين دي ما انزل الله بها من سلطان. يعني هي يا جماعه طيب هو مش هيساعد ومش هيعمل، وهي طول الوقت بتعمل، هتجيب منين وقت بقى انها تقعد معاك وتراضيك او تتكلموا او تتفاهموا او يبقى بينكم لغه حوار، اذا كان هي بتعمل كل حاجه وفي نفس الوقت انت قاعد زهقان لان هي مشغوله، فبتضطر تنزل انت تقعد مع اصحابك على القهوه. احنا بناخد من الغرب الحاجات اللي ما تنفعش معانا، مع ان هم هناك كل حاجه في الحياه الزوجيه مشاركه عندهم. كل حاجه بمعنى كلمه كل حاجه. في ازواج هو بيشوف ان ما دام انت بتشتغلي حطي من مرتبك في البيت. طب انا هحط من مرتبي في البيت، انت هتحط من وقتك، هتذاكر للولاد، هتعمل معايا مثلا، هتساعدني في الشغل؟ لا. طب اشمعنى شاركك في دي وانت ما تشاركنيش في دي؟ ما دام هي كده كده مشاركه. على فكره انت عايز اقول لك ان في رجاله انا اعرفهم لما بيدخل مع مراته مثلا يعمل لنفسه الشاي وهي بتخلص المواعين، بيبقى بينهم كلام، ده بيخلي فيه ألفة بينهم غير عادية. صحيح صحيح. بس احنا يعني للأسف الحلقة النهاردة ميني حلقة، بس الموضوع مهم جدا. والحقيقة ان احنا عايزين نفرد حلقة للتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعمل خناقات كبيرة. طبعا الحاجات الصغيرة اللي ممكن يدخلوا وهم مش مدين خوانا ان دي حاجة ممكن تكبر ده قوي. ده هي في حاجات محددة فعلا،
والناس مش بتاخد بالها منها، بس احنا في الدراسة بتاعتنا بقينا عارفين ايه هي وكل طبع من الشخصيات، ايه الحاجة اللي بتضايقه تمام، وايه الحاجة اللي بتخلي البيت ينفجر، او انه حتى لو كانت صغيرة دي بتبقى صغيرة لدرجة من مستصغر الشرر فعلا، من مستصغر الشرر. لكن بالنسبة للطرف الثاني هي كأنك فجرتي قنبلة نووية، قالت لك النسكافيه كان ساقع كان بارد يعني yeah. طيب احنا الحلقة اللي جاية عايزين البنات او الستات، انا بقول على الستات البنات، يعني احنا بنات، انا ومروة بنات، طب احنا بنات وصغيرين كمان مو بس البنات كله بنات، فعايزين البنات بقى يكلمونا والرجالة يعني يكلمونا لو فاضيين، يعني ما تشغلوش نفسكم قوي. الحلقة الجاية مروة يعني تجيلي ان شاء الله الحلقة الجاية، وايه الحاجات الصغيرة اللي قلبت بخناقة كبيرة، النسكافيه كان ساقع، التكييف مش عارفة ايه اللي حصل، طرف السجادة معرفش ايه، في حد بيدخل يفتح درج المعالق والشوك ولو لقاهم مش مترتبين مسطرة بيقلب البيت، وهو راجل وهي ده مطبخها. أيوة يعني أيوة. ففي تفاصيل صغيرة كده احنا عايزين نعرف بقى، نفتح مغارة علي بابا وندخل ننبش كده ونشوف ايه الحاجات دي. مروة الصعيدي بحب حلقاتك يا مروة، بحب حلقاتك جدا. ميرسي يا مروة، احنا مكملين معاكم بعد الفاصل، انتظرونا. اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. الرجيم او الدايت وما ادراك ما الدايت، كلكم مدركين ما هو الدايت، اكيد كلنا مرينا بالتحدي الكبير قوي والاسم المرعب بالنسبة لناس كتير يعني زينا، انه انا لازم التزم بنظام. فكرة الالتزام بنظام دي مرهقة اصلا، يعني غير ان انا لما ببتدي، ومرهقة للفكر انه انت داخل هتلاقي كل اصناف والوان الاكل قدامك ومش هتقدر تقرب لها علشان انت ملتزم بحاجة معينة. فالناس تبتدي تقولك طب خلاص انا هنزل اروح لدكتور، انا لازم اروح العيادة ويبقى وشي في وشه كده عشان اعرف التزم. انا مش هعرف التزم غير لما اروح ويوزني ويمقرزني ويديني كلمتين في جنابي فكده اعرف التزم. النهاردة احنا هنتكلم عن الرجيم اونلاين، والحقيقة واحدة من رائدات الموضوع ده منوراني النهاردة هي دكتورة دعاء سهيل، دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة مصر بلا سمنة، او المؤسسي فكرة التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي، والمكرمة في العديد من المهرجانات. المهرجانات كلها قاعدة قدامنا على الترابيزة اهي، يعني منورانا. دعاء سهيل، دكتورة دعاء سهيل اهلا بيك. اهلا استاذة دعاء، ازيك؟ انا عايزه اسالك الأول. انا اللي عايزه يعني اقول لك ان اي البرنامج الجميل ده بجد والله يمكن ماما من معجبينك جدا. حبيبتي ماما سلمي لي عليها ونقول لها باي باي، هي احنا على الهوا، والحقيقه يعني اتمنى ان هي تتبسط وتستمتع بحلقتنا. انا عايزه اسالك ايه فكره الريجيم اونلاين. انا طول الوقت بقابل جروبات اونلاين بتخسس، والحقيقه انا ما بدخلهاش، مش مقتنع بفكره ان انا اكلم حد كده مش عارفه ويقول لي كلي وما تاكليش وانا التزم ازاي وهو بعيد عني. طيب موضوع التخسيس اونلاين يعني هو انا مستوحاه من دكتور اوز الامريكي. انت كخبير تغذيه او اخصائي تغذيه علاجيه علشان تنجح بمريضك فانت محتاج تعرف مجموعه من المعلومات عنه، انا بسميها مجموعه من الاجابات عن الاسئله اللي انا بحطها لمريضي علشان يجاوب لي عليها. بناء على اجابات هذه الاسئله بكون انا عرفت ما هي الاسباب التي دفعت بمريضي لزياده وزنه. اما اساله طوله وزنه وسنه يبقى انا كده عرفت الحقبه الزمنيه اللي هنتعامل معاها، سنه كام سنه ده، لان التعامل مع ال 20 غير ال 30 غير 40 غير 50 غير 60 غير 70. طيب طول وزن انا عايز اعرف انا بتعامل مع مريض هو عنده اوفر ويت قد ايه. طيب منطقه تجمع الدهون، وارد جدا يكون في بنت راضيه عن كل جسمها، او راجل يكون جسم مظبوط لكن فيه شويه كرش شويه جناب، لو بالنسبه للبنت جناب ارداف فخاد كل الحاجات دي فدي بتبقى منطقه تجمع الدهون. طيب لازم اسال سؤال تاني، هل لا قدر الله تعاني من مشاكل صحيه ضغط قلب سكر؟ علشان مريض الضغط مريض القلب مريض السكر مريض حساس له طبيعه معينه، لازم ياخد سعراته المعينه في اليوم اذا كان مريض سكر مريض ضغط، يبقى انا لازم افهم ان الماده الفعاله ما ينفعش تكون حوارك عاليه فيرتفع عنده الضغط فيتضرر مريضي، عشان مش عشان اصلح شيء يتضرر شيء اخر. طب لما اجي اساله طب
طبيعه شغلك ايه؟ ليس تفضلا فضول مني، ولكن انا عايز اعرف مدى الحركه اللي بيقوم بيها مريضي. هل هو مريض بيقوم بحركه؟ يبقى المشكله عندي مش في الحركه. طيب لما اجي اتكلم واساله سؤال تاني، هل استخدمت منتج تخسيس قبل كده؟ علشان ابقى انا عارفه ايه الماده الفعاله اللي هتتناسب معاي. هل ابدا معاه بحوارق اعلى؟ هل هو اخذ شيء فعلا اقدر اكمل على نفس الماده الفعاله؟ طيب مجموعه تانية، يعني اسئله تانية كتير يعني لازم لها من سريه مع مريضي. طيب يعني كده فكره الجروب اللي بيتلم فيه مجموعه من الناس سنهم مختلف، ظروفهم مختلفه، حياتهم مختلفه، شغلهم مختلف، ويتحط لهم نظام واحد غلط. لما تكون في ورقه بتلف على كل الناس، ممكن يتكتب لي انا واحده من الناس بيضه الصبح كافيه لفطاري، في الغداء لو انا اكلت طبق سلطه وربع فرخه مشوي ده كتير جدا بالنسبه لي، فزي ناس كتير. يعني الورقه دي ممكن الكميات البسيطه المقننه اللي فيها تكون كافيه لناس كتير قوي، بس الناس تانية وممكن تكون مرهقه لناس تانية انها شايف الكميات دي بسيطه ومش هترضيني، وده اللي بيخلي العديد من الحالات تتوقف ما يكملوش طبعا. علشان كده بقول لا هي ورقه ولا هي دواء خسس واحده صاحبتي فانا اخدته. الحاله الصحيه ليست واحده، الفئه العمريه ليست واحده، الظروف التي دفعت بيك لزياده الوزن ليست واحده. فانا لازم افهم ده، وعلى حسب كل حاله مريض وسنه بيرشح فيه الماده الفعاله. انا بشتغل تسويق اونلاين، ده تسويق، ولكن تسويق عن علم، لان انا معايا دكتوراه تغذيه العلاجيه بلس ان انا معايا 40 خبير وخبيره كلهم دارسين تغذيه. علشان 40 معاكي فريقي ليهم صوره ولا ممكن نفر تعملوا ايه يعني تخسيس اونلاين؟ انا صاحبه اكبر صفحه تخسيس في مصر، اسمها ايه؟ دعاء سهيل. دعاء سهيل. والناس تدخل على الصفحه عادي وتخس ولا تعمل ايه؟ بيدخلوا على الصفحه مثلا بيبعت انا عايزه اخس على فيسبوك، على فيسبوك وعلى ارقامنا اللي على الشاشه. نجحت الحمد لله انا وهم بناس كتير جدا، لو تتيح لنا طبعا الفرصه بعد كده في برنامج حضرتك، خاسين 70 و60 و50 كيلو، والاغرب بدون دايت. لا دي طب احنا 50 و60 و70 دي ماشي، انما بدون دايت يعني ايه؟ بدون دايت. ده الفريق بتاعك. ده فريق. يعني انت شركه ولا انت ايه؟ انا عايز اسال سؤال. انا دعاء سهيل تخسيس، انا اولى مؤسسه دي شركه فكره التخسيس اونلاين. ده للناس، دي الناس اللي بتتعامل مع الناس. ليه انا بقول يعني حضرتك والله فكرتيني بحاجه. ليه انا بقول مش لازم عشان حد يشوف فيديو لدعاء سهيل على صفحه فتبقى الصفحه دي تبعي؟ لا مش تبعي وما اعرفهاش، وبيشتروا منهم وبيرجعوا يشتكوا عندنا احنا ما خسيناش، مش تبعنا. صفحه دعاء سهيل اللي موجود لينكها على البرنامج دلوقتي. ايوه بس لما صفحتي يشوفوكي وانت بتتكلمي وبيبي ياخدوا يعني مثلا انا مع حضرتك في لقاء دلوقتي، بياخدوا قطعه من اللقاء ده ويحطوها على صفحتهم ويسوقوا، الله اعلم بيسوقوا ايه معرفش. تمام. طب يعرفوا منين الناس ايه الصفحه بتاعتي وارقام الخبراء والخبيرات على الصفحه؟ لان دلوقتي مثلا في حد داخل عايز يخس، لا على سبيل المثال دكتور بيتر، كاترين، مارجريت، ساندي، اي حد امنيه، انتوا 40 اكيد مش عارف اقول اسمائكم يعني. المفروض ان انت معاك الدكتور اللي عارف حالتك، اللي انت رديت له على اجابات الاسئله. دي صفحه مثلا، دي المزوره بتحط يعني صفحه بتحط انت اجمل معانا دي. الناس اللي عندها ثقه ان انت ما بتضرش المريض بماده فعاله حقيقيه هتظهر للناس. طب انتوا جايب لنا الصفح الغلط، ما تجيبوا لنا الصح وخلاص. دي الصفح الغلط اللي هي مش تبعي. لا هتقولنا الصح، هتقولنا عشان الناس ما تتلخبطش. يعني هتقولنا وبعدين هي صفحتي 405 دي الصح. عليها نص، يعني داخله على نص مليون. تمام. فلما بيتعامل مع مريض مثلا دكتور بيتر، اما بيوصل له الكورس عن طريق شركه الشحن بيتصل عليه بيقول له التعليمات والجرعات، كل اسبوع بيوزن نفسه وبيكلمه. اي استفسار في اي وقت يقدر يدخل له مسجز على الفيسبوك او على الواتساب للدكتور المتابع بتاعه. طيب يعني ايه من غير دايت؟ انا مش فاهمه بقى، فهميني يعني ايه بيخس من غير دايت؟ علم التغذيه علم كبير جدا. احنا كدول عربيه بقالنا كده بالظبط 4 سنين بنتصدر في المقدمه معاناه من السمنه. ده نظرا لان احنا كدول عربيه محبين للاكل، محدش فينا ما بيحبش الاكل. طيب اما اجي اتعامل مع مجتمع بيحب الاكل، لازم انت تشوف ايه اللي يتناسب مع مجتمعك، ايه اللي يتناسب مع الناس دول.
90% من الدراسات الحديثه بتقول ان من يعاني من زياده وزن في الوطن العربي شهيه عاليه. شهيه عاليه، اوعى تقول له اعمل دايت مش هيسمع كلامك. ايوه صح. فالمفروض ان انت بتنظم مواعيد اكله، فطار بدري، غدا بدري، عشاء بدري، يعني بعد 7 مساء ما ياكلش، واذا جاع ياكل طاقه سلبيه. حضرتك هتقولي دلوقتي اشمعنى 7؟ اقول لحضرتك لان الغده الدرقيه احدى العوامل الثلاثه لحرق الدهون او لحرق سعراتنا داخل جسم الانسان، بتشتغل بنشغلها كده ماكينه حرق في الساعات النهاريه وليست الليليه. فانت استفاد بالماكينه دي طول النهار، ربنا خلقها لك بتحرق لك سعراتك، بالليل لا، ولكن اذا جعت بالليل ما انت مش محروم على مدار الساعات النهاريه. اكلك بالليل يكون طاقه سلبيه، خيار، خس، كابوتشي، فاكهه باي كميات. الشتا داخل، ده احنا بنبقى الشتا داخل، ده يقول لك ايه؟ شوربه خضار سخنه، عايز يدفى مفيش مشكله. وفي حد شربة تاني شوربه العدس اخبارها ايه؟ انا طبعا انا ما عنديش مشكله. انا كمان بقول مستحيل ان هو يخس بدون عامل مساعد قوي. اذا انا قلت لك ده فلازم ادي لك منتج يقفل شهيتك، لا مش ممكن، مش منتج بس، لازم اديهولك يكون امن على الصحه، لازم يكون مرخص من وزاره الصحه. لما اجي اتكلم اقول في يعني بمعنى دواء ولا بمعنى ايه؟ اعشاب. اوكي تمام. كل الدراسات الحديثه بتقول ان اكثر الالياف او اكثر الاعشاب اللي بتقمع الشهيه هي البسيليام او السيليام، لان يطلق عليه الاثنين. طيب اجي ادور عندي في مصر ايه ايه المنتج اللي نسبه البسيليام او قشور السيليام مركزه فيه؟ هلاقي منتج الاناسيليام والبيسليم، ده بيحتوي على 5 مللي جرام من اعلى انواع الالياف، وكل الدراسات بتقول ان السيليام المعده بتقدر تحتفظ بيه 14 ساعه. يعني انا لو من اصحاب الشهيه العاليه فانا نجحت ان انا اعمل لك انا الكنترول ده. لان في ناس كتير جدا لو عندها، لو من البدايه انت عندك الكنترول ده انت ما كانش زاد وزنك. طب انا قدامك عايزه اخس، هسألك إيه؟ عن كل الأسئلة اللي أنا قلتها. هتقول السن والوزن والطول والدهن، وهل قدر الله والغدة الدرقية لازم أسألك عنها. طبعا. هل حد أنت يا أونلاين واحدة ست في البيت، ست بيت، هتروح تعمل تحليل وترد عليكي ولا هي طالما ما عندهاش حاجة؟ مريض الغدة الدرقية أكيد ظهر عليها أعراضها فأكيد بياخد لها دواء. إنما حد عادي، حد عادي خلاص أنا فهمت. لما يقول لي بفطر بتغدى بتعشى بس معلش أصل أنا باكل الوجبة الأساسية بتاعتي بالليل، أي حبيبي كلها بالنهار في الساعات النهاريه. ايوه الناس بتيجي 9 بالليل وتبقى طبعا ده في ده معظم الرجال، وحتى نلاقي ان الرجال معظمهم الجسم التفاحي اللي هو اكثر امتلاء من الجزء الاول عنزوي من السيدات يمكن جزء وراثي كبير جدا. الكمثري هو اكثر من في النساء عنزويهم من الرجال. طيب بتختلف بقى يا الراجل يختلف عن الست عندك؟ لا ما يختلفش، لا العوامل واحده والعوامل التي دفعت بيه واحده. ولكن اما اجي اتكلم مثلا اللي بيختلف ايه بالنسبه للراجل والست، ان في راجل من بعد الـ40 يخس اكتر من الست، لان الست من الـ30 للـ40 كل سنه بتفقد القدره على حرق 50 سعر حراري، يوصل بيها الامر لحد سن 40 سنه، مش معناها انها كبرت، ده يعني ابى مراحل العمر. من الـ30 للـ40 انت حضرتك بقيتي فاقده القدره على حرق 500 سعر حراري. ربنا خلق طبيعتنا كده ان احنا كل سنه بنفقد القدره على حرق 50 سعر حراري. الراجل بقى وخلاص، ده الكلام ده بقى اللي بيخلينا نروح نفتح التلاجة واي حاجه قدامنا. لا 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 واكلنا. ما تقلقيش انا بكون حريصه داخل الكورس اللي انا ببعته للمريض يعني عن طريق شركه الشحن الماده الفعاله اللي هتخليه النفسيه تستقر. طيب. يعني في دراستي في علم التغذيه مثلا عشب الفولينج، العشب ده بيعمل ايه؟ ده اللي بيظبط السيروتونين، هرمون السيروتونين ده هرمون ده السعاده، ده المزاج. تمام. فانا لازم يكون في نسبه مركزه ده بيتظبط بشوكولاته حلوه كده بالليل. دارك شوكليت مش ممنوع، ما بمنعش والله. والله ما عنديش ممنوعات، انا بشتغل بالكميات وليس النوعيات. فانت تاكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. يعني ياكل محشي؟ ياكل عكاوي؟ كل حاجه. ياكل كوارع؟ كل حاجه. وبعدين ويخس؟ اذا لقيت شهيه انا عارفه مريضي ما عندوش الكنترول ده، انا بديك الماده الفعاله اللي بتقفل لك شهيتك، فانت بتبقى قدام الاكل اللي انت بتحبه بس مش قادر، مش لاقي شهيه، كده انت مش حاسس بتعب ولا انت محطوط تحت هدك معين او 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 مضغوط او مفيش الكلام. طب خليني اسالك ايه اللي يخلي الناس تلتزم اونلاين؟ هم مفيش دايت. انت بتخاف تروح للدكتور في العياده وانت ملخبط وانت زايد عشان ما تسمعش كلمتين. انا من البدايه مش بخليك ممنوع من شيء،
انا بنظم مواعيد الاكل، التزم معايا بالمواعيد وبمواعيد الكورس اللي انا بعته لك، ومفيش دايت تمام، وانت هينزل وزنك. اما نيجي نتكلم عن حد شهيته عاليه ومحب للاكل، خلي اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. وهو اول شهر هيلاقي نفسه نزل من 8 ل 10 كيلو، لازم يلتزم. هو خلاص ما مش معرض ان هو لا مضغوط ولا في حاجه متعبيه. طب ناخد فقره النجوميه بقى، فقره النجوميه. اتفرج على النجوميه بقى بتاع الدكتور دعاء سهيل. هي انت على طول في كل المهرجانات، ده مهرجان ايه؟ لا ده يوم الدكتوراه بتاعتي. والله ده ايه؟ ده يوم الدكتوراه. يوم الدكتوراه ده هنا كان في الويدنج داي، وكنت المفروض ان كان في عرايس هتتجوز وعندهم وزن زايد، فانا وفريقي تناولنا تخسيس العرايس دول. والله والله وتم تكريمنا في الويدنج داي. وده انا خليني عايزه اسالك، العروسه بتكتشف انها تخينه وعايزه تخس قبلها بشهرين؟ قبلها بقد ايه تبتدي؟ مضطره اديها ماده فعاله مركبه، اديها نوعين داخل الكورس. يعني لما تجيلك بتخسسيها في الشهرين؟ طبعا هتنزلها يعني 25 كيلو و25 كيلو. حلو. طبعا حلو قوي. وبدي كورس مكثف في الشهرين. 25 كيلو في الشهرين. طب يلا نتفرج على الصور، بقيه الصور. ده في اليوم السابع. انا دايما العربيه في اجواء من السعاده يا سيدي. انت داخله بقى عندنا في منطقتنا، داخله تاخدي جوائز الفضائيات. ما اقدرش، انت نجمه في مكانك. اهو النهار وراك اهو، اهو يافطه النهار وراك. تمام. انا من محبي قناه النهار وصدى البلد بصراحه. هنا وانا بتسلم جائزه في مهرجان المراه العربيه للابداع من سفير السعودي عن نجاح مبادرتي قسمنا بوابه لكل الامراض. ايه بقى مبادراتك اللي انت بتعمليها؟ يعني بتعملي ايه المبادره اللي... اكتشفت ان طبعا على مدار 7 سنوات شغل ان انت لما بتفقد وزنك، ما هو دلوقتي انا ليه رجلي تعبتني؟ دايما دكتور العظام يقول لك خس شويه. صح. طيب. كل حاجه طب كلها مرتبطه بالسمنه. خس شويه. فاطلقت مبادره القلب خس شويه، السكر خس شويه، كل حاجه خس. 44 مرض وربنا الحمل خس شويه. طبعا. كل حاجه خس شويه. طبعا طبعا. فانت عملتي مبادره خس شويه من قبل ما نعيا، يعني مش لازم نعيا. لا والله السيد الرئيس يعني ربنا يطول بعمره دايما يلفت نظرنا لده. اما قال انا ملاحظ شباب الجامعه وزنهم زايد، يعني السيد الرئيس بيتكلم صح، لان دي اكثر الشرائح العمريه داخل الاحصائيه معاناه من زياده الوزن اللي هي الشباب. وهل قوه يعني معروف ان قوه المجتمعات انت عندك احصائيه بتقول ان الشباب اعلى الشرائح السنيه معاناه من زياده الوزن، ولو نلاحظ حمله 100 مليون صحه الطول والوزن. صحيح. احنا عايزين نعرف احنا عندنا ايه. قوة المجتمعات في شبابها. طبعا. ينفع قوة مجتمعاتنا يكون مخوخة مريضة؟ ما هو مريض السمنة ده مريض، وعفوا ان بقول مريض، النهاردة مش تعبان ومش متضرر، 20 سنة و30 سنة و40 سنة مش متضرر. اوعى تقول لي وانت عندك 50 و60 و70 رجلك مش هتتعبك. مش هتكون انت عرضة لسكر درجة تانية. انا دايما اقول مريض السمنة او من يعاني من زيادة وزن هو ارض خصبة لاي مرض ما بعد السمنة، وربنا ينعم علينا بالصحة. طب انت بتطلبي منهم يلعبوا رياضة؟ لا، في لما يكون عندي اوفر ويت مثلا 70 كيلو 60 كيلو ما اقدرش اقول لده اعمل رياضه، ده حمل زايد على العظام. الفيدباك من الرياضه مش هتكون زي ما انا عايز. دلوقتي لما بيزيد الوزن 50 كيلو مثلا، ما بين العظام وبعضها ماده جيلاتينيه لزجه. الماده دي كل ما الوزن كان زايد ما بتبقى قليله طبعا، يحصل عندي خشونه، الام في العظام، في المفاصل، ما بتشيلوش. رجليها. فازاي اطلب منه بعد فقدان 30 و40 اقول لها اتفضلي اعملي رياضه لمده ساعه؟ تقول لي انا ست بيت مع الكورس، انا مبسوطه ان انا بخس ده اونلاين في البيت. اقول لها اوكي، تنظيف البيت وتظبيطه والحركه فيه ساعه، ما فيش ست بتنظف بيتها قبل ساعه ساعه ونص، يعني دي رياضه. صحيح. طيب كلمينا كده عن الحاجات التماثيل اللطيفه دي. انا اتكرمت السنه دي كمان في مهرجان المراه العربيه للابداع بعد ما اطلقت مبادره مصر بلا سمنه، وتم استضافتي الحمد لله رب في اكثر القنوات الفضائيه، واتكرمت تاني. معلش بس احنا غير حياتي.
احنا غير. انا غير، عارفه انت يا عمرو دياب انا غير. أيوة احنا غير بقى. والله لما حضرتك يعني قالوا لي ان ليكي استضافه مع الاستاذه دعاء انا كنت مبسوطه جدا. الله يخليكي، الله يخليكي. ومهرجان الفضائيات العربيه حبايبنا وزمايلنا طبعا بس حته كده طبعا. مهرجان الفضائيات العربيه كاكثر ظهورا ونجاحا وفي الويدنج داي، ومهرجان المرأة العربية الإبداعي السنة الثانية على التوالي، وكنت عضو لجنة تحكيم ميس إليجانت. طب الحاجات دي بتفرق في مدى وصولك للناس ولا دي التقدير معنوي ليكي انت؟ هو طبعا انا شرف عظيم ليا التقدير في المهرجانات، ولكن التقدير الاعظم عندي مريضي لما انجح معاه ويدعي لي دعوه انا وفريقي، فانا شايفه ان احنا مستمرين لان من يتقي الله يجعله مخرجا. طيب اخيرا انا بحب ادي امل كده في نهايه الحلقه لاي حد، واحده تبقى بتتفرج علينا دلوقتي وفاقده الامل تماما والدنيا سودة في وشها ومش عارفه تمشي على اي نظام، تقولي لها ايه؟ والله تواصلي بس مع الصفحه وارقامنا ومفيش مستحيل ابدا. والناس اللي فاقده 50 و60 و70 كيلو يا جماعه الموضوع خدي القرار بس، واحنا معاكي سبورت قوي ليكي، تعاملي مع ناس دارسه تغذيه فاهمه سيكولوجيه المريض كويس قوي، لان علم التغذيه علم كبير ومفيش حاجه اسمها منتج يصلح لكل الحالات الصحيه والفئات العمريه، مفيش حاجه اسمها ان انا اتعامل مع صفحه مسميه اسمها اي اسم، لازم يكون صاحب الصفحه ده ظاهر للناس علشان لو هو اخطا معاكي تقدري تحاسبي. دكتوره دعاء سهيل، دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل بريطانيا، وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه، واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر، نورتيني. ميرسي على براباند ما شاء الله، براباند شطوره جدا في الكلام وفي اعتقد في كمان التخسيس، يعني لما ليها باع في تخسيس الناس. المره الجايه ما تجي لنا تجيبنا قبل وبعد بقى صور. حاضر. لا مش صور، انا اجيب لك حالات على ارض الواقع على طول كده. ماشي، احنا موافقين. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، نشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. هذا البرنامج برعاية